معانا مريم. اتفضلي يا مريم. لا افعل الخير ليرضى الله عني. اكملي باداه استفهام مناسبه. ايه اداه الاستفهام المناسبه هنا يا مريومه؟ كيف ومتى؟ اداه الاستفهام المناسبه هنا في السؤال ده. طب ايه ادوات الاستفهام؟ كيف ومتى وأين ولماذا. برافو عليك. طب اكتبي لي لماذا كده. شطورة. سقفوا لي يا بنات سقفة كبيرة. ايه اسم حيوان مناسب هنا يا سجا؟ الزرافة. شطورة. سقفوا لها يا بنات سقفة كبيرة. احسنتي يا سجا. وتالت بنوتة معانا نورين. اتفضلي يا نورين. عايزة صوت عالي يا نورين. نوع الجملة دي ايه يا نورين؟ جملة اسمية. ليه يا نورين جملة اسمية؟ عشان اولها الف ولام. عشان بدأت بايه؟ الفلاح ده نوعه ايه؟ اسم. شطورة. سقفوا لها يا بنات سقفة كبيرة. برافو يا نورين. شطورة يا نورين.